هقول ورايا يا نودي. 3 في 3 ب 150. 3 في 3 ب 150. 2 في 19 ب 85. 2 في 19 ب 5 وكم؟ ب 85. 85. 6 في 18 ب 66. نودي شاطر قوي شاطر قوي. ايه بقى ايه ده بقى ليه كده بس يا عم شكر؟ انت يا نودي كنا شغالين على طول لازم تفصلني كده. ايوه انا فصلتك يا ابني، انا كلمتك، انا عملت لك حاجه يا ابني، انا كلمته يا عقب الورد اهو. ايوه كلمته وقلت له يا بوس. ايوه قلت له يا مودي اجي فيها اجي بقى ده اهو. وانت كده يعني ما كلمتوش يعني يا شكل؟ قلت يا مودي بس. ايوه يعني انت مش شايفني مركز؟ اديك اهو لخبطتني دلوقتي بعد ما كنت ماشي ومظبوط. كنت ماشي ايه؟ كنت ماشي مظبوط. اه لا ارقامك كانت مظبوطه فعلا. خلاص بقى ما عاد تسيبه بقى خليه مركز بقى. معلش يا بودي كمل كمل، انا عايز احفظ جدول الضرب. وبودي شاطر قوي في الحساب ده، انت لازم تبقى مهندس يا بودي. ايوه طبعا. هو ده جدول الضرب؟ ايوه امال ايه ده. اه جدول الضرب طبعا. ده بودي هو اللي عايز الضرب ده. 3 في 3 ب 150. امال بكام يا نيلي؟ احيانا احيانا يا نيلي اسكتي، انت مش عارفه حاجه، انا عمال احافظها بقى لي اسبوع وبودي شاطر قوي اصلا. ايوه 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 ايوه. اما اسبوع ايه بقى، انت حافظها بقى لك اسبوع مسلم دماغك وماشي ورا بودي اسبوع. لا 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 امشي ورا عم شكل بقى بعد كده، هو اصلا عم شكل ما بيعرفش يعني ايه جدول ضرب اساسا. ايه انت بتقول ايه يا ولد؟ انا حافظ بقى جدول الضرب احسن من جدول الضرب اللي حافظه عجب. ايه 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 بقى يا شكل بقى؟ هو انا جيت جنبك دلوقتي عشان تقول لي احسن من عم عجب ولا انا اتكلمت ولا جيت جنبك؟ انا مش فاهم، انا انت على طول ليه حاطط نفسك؟ طب اقول لك على حاجه، احسب لي دلوقتي 3 ونص في 8825 0 12 18. يا بودي بس اول حاجه مفيش اصلا رقم كده ومفيش حاجه اسمها 3 ونص. طب يعني طب الوقت انا عايز افهم دلوقتي، عايز افهم 3 في 3 بكام؟ ب 180 ولا ب 185؟ بص على حسب، على حسب فين يعني الثلاثة دول اني منين وفي اني بلد، لان جدول الضرب بيختلف من دوله وتلب. وبص خد بس بالك بس عشان ايه، هو بقى اللي بيشبهني بقى بنودي، وهو حد يطول بقى يبقى زي نودي وبودي مع بعض يعني كده وانا الكبير. محدش برضو جاوبني 3 في 3 بكام؟ 180 ولا 185؟ 178 ونص. يوه وانا مش قلت لك ما تقولش كده؟ عمال يقول معلومات غلط، وشكل عمال برضو يقول معلومات غلط. عارفه المعلومات الغلط اللي قالها شكل ايه؟ ايه؟ ان هو بيقول انه حافظ جدول الضرب. أيوه. اكتر مني. لا بقى يا شكل، انا حافظ جدول الضرب اكتر منك يا شكل. افتكر يا عجب انا كنت اشطر منك. انت كنت اشطر مني فعلا. انتوا لسه هتتخانقوا؟ احنا في مشكله دلوقتي يعني. ايه بقى المشكله؟ اديكوا عصبتوا ميم اهو. ايوه اقعد بقى انت ساكت بقى عم شكل بقى كده لوحدك، عشان انت اللي خليتنا اتلخبط وعصبت ميمو وعمال تقول ان انت انت اتلخبطت. يعني اللي انا كنت بحفظه ده غلط؟ لا. يعني انت يا بودي مش كفايه انك بتحفظه غلط، كمان بتحفظ اصلا غلط فبتحفظ غيرك غلط، كل ده حفظ غلط. ايوه استنى استنى، انت هتفضل تقول لي ايه ايه يا ابني؟ ما انا بقول لك جدول الضرب بيختلف من بني ادم لبني ادم ومن دوله يعني ممكن واحد تقول له 3 في 3 يقول لك 7، واحد تاني يقول لك 18، كل واحد ومزاجه. طب يعني 3 في 3 في تونس بكام؟ 3 في 3 في تونس برضو على حسب هي في الصيف ولا في الشتاء، عشان بتختلف. في الصيف بتبقى اكتر صح؟ اه عشان طبعا سعر الدولار بحر بيختلف. معلومات بحر معلومات بودي. اه طبعا يا ابني انا كل حاجه فاهمها. اه فاهم انا عارف انا عارف. يعني وصلنا في الاخر ان 3 في 3 بكام بقى يا شكل؟ 3 في 3 انا هقول لكم، استنى افتكرت ان انا عندي مشوار مهم قوي 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 يا عجب. يا سلام جالك المشوار دلوقتي؟ عايز تهرب عشان ما تقولش الاجابه. لا يا ميمو ده انا عارف الاجابه كلها، 3 في 3 عارفها، بس هو شويه نسيان بسيط كده على ما اقولهم يعني بس. طب بقول لك انت، طب ثانيه واحده ميمو، انت عارفه 3 في 3 بكام؟ طبعا. طب قولي كام؟ اصلا دي 3 في 3 معروفه. ايوه معروفه ماشي. 3 في 3 ب 9. ايوه في انهي دوله؟ في مصر. طيب اهو شفت بقى يا نودي، هي في مصر ب 9، بره مختلفه تماما. امال هي ب 190 فين؟ ب 190. 190 دي تقريبا في الدنمارك، او بص يعني ايه في نفس الخط كده اخر القبل. لا غاليه قوي غاليه غاليه قوي. عم شكل مش عارف الاجابه صحيح لكنه ما. ايوه يا شكل انت مش عارف الاجابه، وسيبني يا شكل بقى عشان ما احرجكش واقول لك 3 في 4 بكام.
انا عندي بقول لك عندي مشوار يا ميكروباص. ميكروباص. ايوه الميكروباص هيعدي بيه. اسال بودي هيجاوبك. اسال بودي. 3 في 4 بودي شاطر. تعرف 3 في 2 بكام؟ ما انا عندي نفس المشوار برضه ونفس الميكروباص. يا ميكروباص هو يا ميمو كل ما هنساله هيقول يا ميكروباص. بس على فكره انا مبسوط منك يا شكل يا شكولتي. عارف ليه؟ ايوه يا عجب. علشان انت ما عملتش زي بودي واخترعت اجابه من دماغك. احسن تقول انك مش عارف، مش تقول اجابه من دماغك كده يا بودي وخلاص. ايه ده؟ لا لا لا، على فكره نودي ما تصدقهمش. انا يا ابني انا معلومات، انا بحر معلومات. عارف لو نزلت في البحر بتاعي ممكن تغرق على فكره. ايوه انا نزلت. اصل انا بحر غويط. انا نزلت. انت نزلت ومستواك نزل. انا الحمد لله. احسن ما نبقى زي عم شكل. بص عم شكل، ده انا عم شكل. انا مش فاهم انت ليه لسه بتقاوح يا بودي. ايوه يعني انا برضو عايز اسالك، يعني هي 9 يا عم عجب، 3 في 3 ميمو قالت ب9 انت سكت. هي 9 هتفرق ايه عن ال 178؟ ما هي كلها ارقام كتير. انت كده خليت الارقام كلها زي بعض. يعني هو شكاره الرز اللي ورايا دي تنفع شكاره مكرونه مثلا؟ لو كتبت عليها مكرونه. ما انا بقول لك بص يا هو ده يا نودي، انا عندي بحر معلومات. استنى بس يا عم البحر. بص يا بودي، انا هقول لك فكره حلوه جدا. انا هبقى اعلمك الدروس دي وعايزاك تذاكر دروسك عشان تفهم انت بتقول ايه قبل ما تقول للتاني وهو ما يفهمش. أيوة، المفروض لو احنا مثلا تصغر وتبقى قد عم شكل. هي بتقول لك انت اصلا، مش بتقول لي انا، هي بتقول بودي ما تقولش يا نودي. ايوه انت بتقول انا ميمو. ايوه انا بقول هعلمك انت لان انت بتعلم نودي اخوك الصغير. فلازم تفهم انت الاول بعدين اخوك الصغير يفهم. ايوه يعني بس مثلا احنا بجدول 5 فواحد في 5 نزود عليهم مثلا، كتبنا الرقم فزود عليهم 5 كده. ايه ده؟ 1 في 5 ب5؟ طب ده في انهي دوله بقى؟ ده هو في هي ملهاش علاقه بالدق. طب بص يا شكل، في الحاله اللي زي دي نحلها ازاي؟ عم شكل يخش ينام واحنا كده مبسوطين. يا ابويا اصل انا لما خدنا الدرس دوت في الحصه انا ما كنتش موجود. احكي لي يا عم عجب. كنت بلعب في الفناء. استنى يا عم شكل بس، عندك حكايه تعلم بودي حاجه؟ عندي طبعا. هي حكاية ممكن تعلمك كتير. حكاية مشمش مفيش غيرها. مش ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا بلاش بلاش، اصل المشمش ده بص، المشمش ده بيجي في وقت معين في السنة. لا ده مش مشمش، احنا ما بنتكلمش عن المشمش ده، واحد في حكاية اسمه مشمش بس. ايوه مشمش اللي هو صغير كده هو اصفر بس، ساعات بيبقى حالي بقى يا عجب بقى ساعات. ايه ده؟ اوقات بيعملوه مربى. المهم انت عامل ايه يا عم شكل؟ علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.